السادة المشاهدين، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة سهيل الفضائية، والبداية كالمعتاد بأبرز العناوين. مسيرة حاشدة لثوار العاصمة تطالب باسترداد الأموال المنهوبة. تعز تحيي ذكرى مجزرة 4 أبريل وتتعهد بالقصاص من القتلة. والمستهل بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت مسيرة حاشدة لثوار وثائرات العاصمة صنعاء تأكيدا على مطالبة الثوار بمحاكمة المخلوع ومعاونيه قتلة الثوار، وكذلك المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة. وأكد الثوار على استمرار الفعل الثوري حتى تتحقق جميع أهداف الثورة الشعبية، ودعا الثوار إلى سرعة إطلاق سراح المعتقلين من السجون والحفاظ على دم الشهداء والجرحى من الضياع، داعين إلى محاكمة محلية عادلة وعاجلة، وإلا فإنهم سيحيلون القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك حتى يأخذ المخلوع وجميع القتلى جزاءهم العادل. اسكت عن هالحسنة عليكم، عليكم تقولوا تسكت عن هالحسنة، عليكم تقولوا تسكت يصادف اليوم 4 أبريل ذكرى الثانية لمجزرة 4/4/2011 بمحافظة تعز، والتي راح ضحيتها نحو 7 من الشهداء من شباب الثورة 11 فبراير، وذلك على يد قوات النظام البائد. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. اليوم تحل علينا الذكرى الثانية لمجزرة 4/4/2011 ميلادية، أحياها ثوار تعز بمسيرة جابت شوارع المدينة تهتف للشهداء ولمحاكمة القتلة. 4/4 يذكرنا بمجزرة دامية حدثت لأبناء الثورة، لشباب الثورة، كانت أول قطرات دم تسفك من أجل اليمن الجديد. أول مجزرة في ثورة 11 فبراير وأول استهداف لمسيرة سلمية. اليوم هذه ذكرى وإن كانت أليمة إلا أنها كريمة بالنسبة لنا نحن الشهداء والجرحى، لأنها أول مجزرة في ثورة الشباب 11 فبراير. الاثنين الدامي كما يطلق عليها ثوار تعز، وهم يتعهدون بألا تذهب هذه الدماء الزكية سدى. 4/4 يوم الاثنين الدامي التي سقط فيها عدة الشهداء أمام المحافظة، نعاهد شهداءنا بأننا ماضون على دربهم وأننا سنحاكم القتلة والسفاحين وكل من تورطوا في قتلهم. رسائل المتظاهرين واضحة بألا تنسى هذه الدماء ولها الأولوية بالاهتمام. رسالتنا في هذه الذكرى الثانية لمجزرة 4/4 نقدمها أولا للرئيس هادي ولحكومة الوفاق أن يشارعوا باعتماد راتب لأسر الشهداء وللجرحى المعوقين واعتماد مدينة الحوبان السكنية لهم. رسالة ثانية لمحافظ المحافظة في هذه الذكرى، تربع محافظ المحافظة على سلطة المعرأس السلطة المحلية في تعز بدماء الشهداء، وعار عليه أن يبقى مع القتلة وأسر الشهداء معتصمون من شهرين جوار المحافظة يطالبون بإقالة القتلة والمحاكمة. وصلت المسيرة إلى أمام محافظة تعز تحمل طلباتها من الحكومة والسلطة المحلية. 1- سرعة تسليم المعتدين على المعتصمين من أسر الشهداء للقضاء. 2- سرعة تنفيذ القرارات الصادرة في الجامعة ومكتب التربية. 3- سرعة إقالة وتغيير الضالعين بقتل وجرح الثوار. 4- الحل العاجل لمشكلة الجامعة بتطهيرها من الفساد. 5-
التضامن الكامل مع أسر الشهداء والجرحى حتى يتحقق لهم العيش الكريم. جبل اكثر إلى المعالي همتنا تحلو إلى الكمال بعلمنا نحو سبتنا غالي هدفنا الخلود في العلالي هدفنا الخلود في العلالي. قبل عامين سقط 7 من الشهداء في هذا المكان وهم يتظاهرون سلميا، وقبل يومين اعتدى البعض على أسر الشهداء وهم يعتصمون سلميا، واليوم كأن التاريخ يعيد نفسه، وها هم ثوار تعز ينادون اليوم ويقولون بأنه لا بد في تعز من ثورة جديدة. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. وإلى حجة، حيث قام وزير الصحة الدكتور أحمد قاسم العنسي بزيارة تفقدية لهيئة المستشفى الجمهوري والمستشفى السعودي بمحافظة حجة، وذلك للاطلاع على الخدمات التي يقدمها المستشفيان للمرضى وتقييم الوضع الصحي بالمحافظة. وقام وزير الصحة خلال الزيارة لهيئة المستشفى الجمهوري بافتتاح وحدة الإنعاش الممولة من وزارة الصحة، كما أشاد الوزير بالإنجازات التي قامت بها إدارة الهيئة بقيادة الدكتور إسماعيل حميد خلال فترة وجيزة. إلى ذلك يواصل المتظلمون ممن استبعدوا من التوظيف إلى العام المنصرم وقفتهم الاحتجاجية، مطالبين بسرعة تنفيذ قرار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتوجيه محافظ المحافظة بتثبيت من استبعدوا من قبل لجنة التوظيف. والجدير بالذكر أن لجنة التوظيف تسببت هذا العام في إثارة الكثير من المشاكل من خلال التلاعب في الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة. أعلن اليوم بصنعاء أسماء الفائزين بجائزة المرحوم الحاج هايل سعيد أنعم للعلوم والأداب في دورتها 16 للعام 2012، وفاز بجائزة العلوم البيئية والزراعة مناصفة الباحث الدكتور محمد توفيق محمد مشاركة مع الدكتور جلال عبدو إبراهيم، وفاز بجائزة الإبداع الأدبي الباحث الدكتور عبد الحميد الحسامي، كما فاز بجائزة الهندسة والتكنولوجيا الباحثان الدكتور توفيق السفيان والدكتور عبد الرقيب أسعد عبدو. وقد حجبت الجائزة في مجالات العلوم الطبية والعلوم الإنسانية والعلوم الاقتصادية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية والآثار والعمارة لعدم توفر الشروط المطلوبة في الأبحاث المقدمة. كنا أيضا سباقين من حيث استدعينا باقي الشركاء المحليين رسميين أو جهات أهلية كي تدخل مجال البحث العلمي ودعم وتحفيز الباحثين. هذه هي جائزة هايل سعيد أنعم التي كانت كل نشاط المؤسسة ابتداء، والتي هدفت أيضا بين أهدافها إلى تخليد ذكر الراحل الجليل هايل سعيد أنعم، لكنها أصبحت الآن بعد أن كانت كل النشاط أصبحت الآن جزءا من 13 جزء تشكل كامل نشاطات مؤسسة سعيد. أشهر اليوم بصنعاء حزب الوفاق الوطني، وفي حفل الإشهار أشار رئيس حزب الوفاق الوطني الصادق أحمد علي مجود إلى أن تأسيس الحزب يأتي في إطار التحولات الديمقراطية والمتغيرات التي تشهدها اليمن، سيما وهناك شباب وشابات لهم القدرة على صناعة مستقبل اليمن في ظل مناخات وأجواء الديمقراطية. ولفت إلى الأهمية التي من أجلها تأسس الحزب لرسم معالم اليمن الجديد في ظل العدالة الاجتماعية والنظام والقانون والفرص المتساوية للجميع بعيدا عن الإقصاء والتهميش، مشيرا إلى أن الحزب لن يألو جهدا من أجل الوطن واستقراره ونهضته ووحدته. أهداف الحزب أهداف الوصول إلى بناء الدولة المدنية الحديثة، هذا الذي نتمناه ونهجناه من يوم أول يوم نزلنا إلى ساحات التغيير وميادين الحرية. نفذ المئات من أبناء مدينة القاعدة اليوم وقفة احتجاج في الشارع العام أمام مستشفى القاعدة تنديدا بأعمال الحفر العشوائية التي يقوم بها نافذون في المنطقة، الأمر الذي يهدد الحوض المائي المخصص للمدينة بالجفاف. وطلب المحتجون وزير المياه ومحافظ المحافظة والمجلس المحلي بالمديرية تحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء المدينة والحجز على البئر الجديد الذي يحفره نافذون بشكل يخالف قرار مجلس الوزراء بمنع حفر الآبار العشوائية.
أقامت اليوم مؤسسة التواصل التنمية الإنسانية المهرجان الثقافي والترفيهي ضمن فعاليات أسبوع اليتيم العربي. تخلل الحفل العديد من اللوحات الفنية والوصلات الإنشادية والإبداعية للأيتام، كما أكد الجمع على ضرورة الاهتمام الجاد بهذه الشريحة من المجتمع وإيلائها الرعاية الكاملة وتأهيلها حتى تتمكن من المساعدة في بناء الوطن. أما مؤسسة تمكين للتنمية أقامت بالشراكة مع حلف الفضول للحقوق والحريات وضمن برنامج أصوات نسائية المنتدى النسائي الخاص في قضيتي صادة والجنوب. تحدثنا المتحاورات في هذه الجلسة عن القضية الجنوبية وقضية صادة، عن جذورها وأسبابها وكذلك الحلول المطروحة لمعالجتها وضمانات عدم تكرار ما حدث في المستقبل، لينعم اليمن بهدوء واستقرار أمني حتى ينطلق في البناء والتعمير. خرج هذا اللقاء بحلول للقضيتين بكل أبعادهما وكذلك إيجاد البدائل المتاحة لمعالجة هاتين القضيتين. احنا اليوم عندنا حلقة نقاشية بخصوص موجة أصوات نساء، طبعا حصلت نقاشات من قبل والتقارير التي تم خروج بها. اليوم قمنا بنقاشها مع عدد ناشطات حقوقيات ومثقفات وباحثات أكاديميات. أقامت جمعية أجيال بخيمة الحوار الوطني بعمران ندوة ثقافية وتوعوية بعنوان الحوار البناء لصناعة المستقبل المشرق بمشاركة عضوات من مؤتمر الحوار الوطني الشامل. نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومنظمة يمنيو المهجر ندوة حول أوضاع المغتربين وأثرها على التنمية، وتحدث المشاركون في الندوة عن حالة المغتربين اليمنيين والأوضاع الصعبة التي يعيشونها خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إقرار قانون العمل الجديد الذي سيلحق الضرر الكبير بالعمالة اليمنية وستكون له انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة. إلى الجوف، حيث ناقش اجتماع موسع لأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة الحد من حمل السلاح داخل المجمع الحكومي وتأمين خط طريق الجوف من المفرق إلى البقعة. واستعرض الاجتماع الذي ترأسه محافظ الجوف محمد سالم بن عبود نتائج أعمال الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بشأن المشاريع الخدمية خاصة الكهرباء وفتح بنك التسليف والبريد في المحافظة. ختام هذه النشرة أعود فأذكركم بأهم وأبرز ما جاء فيها من أنباء. مسيرة حاشدة لثوار العاصمة تطالب باسترداد الأموال المنهوبة. تعز تحيي ذكرى مجزرة 4 أبريل وتتعهد بالقصاص من القتلة. للمزيد من الأخبار ومتابعة برامجنا على قناة سهيل الفضائية دوما زوروا موقعنا على الإنترنت سهيل.net. في رعاية الله.